اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من كان منهم محسنا فزد في حسناته، ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل بالحسنات ميزانه وثبت على الصراط أقدامه وأسكنه في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم أمنه من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنة مطمئنة. اللهم اجعله في بطن القبر مطمئنا وعند قيام الأشهاد آمنا وبجود رضوانك واثقا وإلى أعلى درجاتك سابقا. اللهم اجعل عن يمينه نورا حتى تبعثه آمنا مطمئنا في نور من نورك. اللهم أسكنه فسيح الجنان واغفر له يا رحمن. اللهم اعف عنه فإنك القائل ويعفو عن كثير. اللهم إنه جاء ببابك وأناخ بجنابك، فجد عليه بعفوك وإكرامك وجود إحسانك. اللهم بشره بقولك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعله من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. اللهم إنه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب، فإنك القائل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم إنه كان لكتابك تاليا وسامعا، فشفع فيه القرآن وارحمه من النيران، واجعله يا رحمن يرتقي في الجنة إلى آخر آية قرأها وسمعها. اللهم ارحمه فإنه كان مسلما، واغفر له فإنه كان مؤمنا، وأدخله الجنة فإنه كان بنبيك مصدقا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا يئس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب،
وتخلى عنا القريب والغريب.